الحل المسابقة الثامنة في كتاب الخلاصة في أحكام رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا كتاب الخلاصة ده عبارة عن 5 أبواب. الكتاب الأول فقه الصيام، وبعدين القيام والاعتكاف والفطر والعيد. دول 5 كتب اللي موجودة في الخلاصة. طب احنا بدأنا في الصيام، قلنا الصيام 7 أبواب. الباب الأول ماذا نفعل في شعبان، الباب الثاني ماذا نفعل في رمضان، الباب الثالث ماذا نتجنب في رمضان، الباب الرابع بتاع النهاردة ما أحكام النساء. أحكام النساء دول عبارة عن 3 أسئلة: ما حكم الحامل والمرضع، ما حكم الحائض والنفساء، ما حكم تناول دواء لمنع الحيض. طيب ما حكم الحامل والمرضع؟ 5 كلمات لازم نحفظهم، عشان أول ما يجي لنا السؤال ده نقول ال5 كلمات. نقول: ليس عليها قضاء، وعليها الفداء، 700 جرام أرز، والصوم أولى. ليس عليها قضاء، وعليها الفداء، 700 جرام أرز، والصوم أولى. طب الحائض والنفساء؟ عليها القضاء إلى شعبان، ولو تأخرت تتغرم. عليها القضاء إلى شعبان، ولو تأخرت تتغرم. ناخد أول واحدة، ليس عليها قضاء. إيه الدليل إن ليس عليها قضاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المحامل والمرضع الصوم. واحد مسافر فبيصلي الظهر، هيصلي ركعتين، يجب يصلي ركعتين، القضاء واجب. طب إيه الدليل إن المسافر يجب عليه أن يقصر الصلاة وحرام عليه يتم؟ الدليل ان ربنا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: اول ما فرضت الصلاه فرضت ركعتين في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سافر سفرا الا قصر فيه. طيب ده مسافر سافر فقصر صلاه الظهر، طيب رجع من السفر، هل بنامره يصلي الركعتين اللي قصرهم؟ لا، ما نامرهوش. ليه؟ لان ان الله وضع للمسافر شطر الصلاه، وضع يعني شالهم خالص. وعن الحامل والمرضع الصوم، يبقى الحامل والمرضع اللي افطرت ما نقولهاش اقضي تاني، لا يجوز امر الحامل والمرضع بالصوم والقضاء، هي عودة تصوم لكن لا تؤمر بذلك. طيب امر عليها ايه؟ عليها الفداء. طب الفداء دوت جبناه منين؟ جبناه من قول ابن عباس: أنت بمنزلة الكبير الذي لا يطيق الصوم. وابن عباس قال الفتوى دي في حضرة الصحابة، وكل الصحابة أجمعوا عليها إجماعا سكوتي. المرأة الحامل والمرضع ما عليهاش قضاء، وعليها الفدية. طب الفداء ده قد إيه؟ 700 جرام. جبنا 700 جرام منين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: خذ هذا الفرق 15 صاعا وأطعمه 60 مسكينا. قال له: يبقى 15 صاع وستين مسكين، يعني كل 4 مساكين في صاع، والصاع 2 كيلو 800 جرام، يبقى كل مسكين هياخد 700 جرام رز. طيب ايه الدليل على الرز؟ ليه انت حصرتنا في الرز؟ لان ربنا قال: من اوسط ما تطعمون اهليكم. كل اهل بلد اوسط طعامهم ايه؟ مش واحد، مش شخص، لا، اهل بلد اوسط طعمهم ايه؟ في مصر هنا الارز. مفيش حد بياكل لما الرز يكون موجود. الفقير بياكل رز وبطاطس ولحم، والتاني بياكل، والغني بياكل رز وبطاطس ولحم، لكن فقير غني الرز ده هو اوسط ما تطعمون اهلي. طيب والصوم اولى، ايه الدليل بتاعه؟ قول الله تعالى: ومن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى عندنا 5 كلمات لابد نكون عارفينهم كويس جدا: الحامل والمرضع، ليس عليها قضاء، وعليها الفداء، 700 جرام أرز، والصوم أولى. طيب حكم الحائض والنفساء 3 كلمات: عليها القضاء إلى شعبان، ولو تأخرت تتغرم. طب إيه دليل عليها القضاء؟ قالت السيدة عائشة: أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. فقضاء في الحيض والنفاس أمر واجب. طيب إلى شعبان، ليه هنها تأخر قضاءها لحد شعبان اللي بعد كده؟ طب إيه الدليل؟
قالت السيدة عائشة: يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. طيب ولو تأخرت تتغرم، الدليل عليها أن فتوى الصحابة التي لا يعلم لها مخالف. طيب واحدة بقى كانت حامل في رمضان في الشهر التاسع، فقضت 15 يوم حامل وتفطر عشان هي حامل وتعبان، والتانية وبعدين ولدت يوم 15 رمضان وقعدت ال 15 التانيين بترضع ونفساء. نيجي على ال 15 الاولانيين، دي حامل نقول ليس عليها قضاء وعليها الفداء 700 جرام رز عن كل يوم. التانيين بقى في رضاع وفي دم، الدم اقوى العلل، امرنا بقضاء الصوم في نص صريح فيقدم الدم. فنقول ال 15 يوم التانيين يجب ان تقضيها. يبقى ال 15 الاولانيين الزوج ابو الابن يطلع عن كل يوم 700 جرام رز، ال 15 التانيين تقضيهم. طب فرضنا ما قدرتش تقضيهم، نقول لها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طب ينفع تاخد دواء لمنع الحيض؟ ينفع بشرط عدم الضرر، ينفع بشرط عدم الضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.